بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم نصنع تذكار أباء المجمع المسكوني السابع الذي انعقد في نيقيا سنة 787. الموضوع تبع المجمع أنه كان عم بيرد على الذين حاربوا إكرام الأيقونات بحجة أنه بالعهد القديم هي محرمة. وبتشوفوا اليوم بعض ممن يدعي أنهم مسيحيون بيرجعوا للعهد القديم وبينسوا عهد النعمة، وبيقولوا أن الرب في سفر الخروج قال: لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء من فوق، ولا مما في الأرض أسفل، ولا مما في المياه من تحت الأرض، ولا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. التشديد في هذه العبارة هو أنا هو الرب إلهك، إياه وحده تعبد وله وحده تسجد. يعني هي الوصية الأولى، هذا هو المضمون تبع الكلام، وأنه الله ما بيقبل يكون معه شريك، لأنه هو وحده الذي أبدع كل الخليقة، ما في إله آخر سواه. وقت اللي الإنسان بيلجأ إلى غير الله بيكون سقط من الحياة وخسر الحياة. وهذه كانت مشكلة آدم وحواء، أنه لجأ إلى إبليس. من هيك بحذر الرب الشعب من أنهم إن لجأوا إلى تقديم العبادة لسواه صاروا وثنيين. لهيك بيقول لهم: لا تتبع آلهة أخرى من آلهة الأمم الذين حولكم. ولكن منشوف بسفر الخروج أنه بالإصحاح 20 بيحكي هذا الكلام، بالإصحاح 26 بيقول له أنه بخيمة الشهادة اللي بتصنعها بدك تفصل القدس عن قدس الأقداس. بقدس الأقداس بتحط تابوت العهد، وبيقول له كيف بده يعمل تابوت العهد، وبيقول له الغطاء اللي بدك تحطه على التابوت بتعمل منحوتين للكيروبين وبيكونوا مواجهين لبعضنا البعض. سؤال عجيب، كيف بيقول ما تعمل منحوت وهو بيقول له اعمل منحوت وحطه على تابوت العهد، وبيقول له انا بحكيك من بيناتهم. رئيس الكهنة بيسكب الدم بالوسط بيناتهم وأنا بحكيك من بيناتهم. وبيقول له أكثر من هيك، أن الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الأقداس بتقسمه 10 أقسام وبتحط 10 ستائر، وعلى كل ستارة بتخلي حائك حاذق يرسم الشيروبيم، وبالتالي الشعب ما قادر يشوف قدس الأقداس ولكنه يرى الشيروبيم المحيطين بعرش الله. هذا الشيء اللي بيشوفه لحتى يفهم بالحواس، يدرك أن الله يستوي على العرش وتحيط به الشيروبيم والسرافيم. إذن الله ما عم بيقول في المطلق ما بتعمل منحوت ولا صورة، هو عم بيقول ما بتعملهم حتى تسجد لهم وتعبدهم، منه بالمطلق. لكن اللي بياخدوا الكلام مجتزأ بدهم يفهموا شيء من الكتاب المقدس على ذوقهم بحوروا وبيمتنعوا عن قراءة بقية الكتاب، لأنه هدول لا يقرؤون بالروح القدس. مشان هيك النصيحة يا أحبة لنا جميعا، إذا واحد بده يقرأ الإنجيل بيصلي وبيطلب معونة الروح القدس قبل أن يقرأ، حتى يقرأ بعيون النعمة ما يقرأ بشكل حرفي. لهيك التصوير منه ممنوع بالمطلق. القديس يوحنا الدمشقي بيقول إن الله غير المدرك وغير المحدود، لا يمكن أن يرسم، وهذا كان بالعهد القديم لأن الله لم يكن منظورا. أما الآن يعني بعهد النعمة وقد ظهر الله في الجسد وعاش
بين البشر. فبيقول القديس يوحنا الدمشقي: أنا أرسم الله الذي تراه العين. بيوضح القديس ثيودوروس ستوديتي أنه نحن لا نصور طبيعة المسيح، يعني نحن ما عم نرسم جوهر الله، بل نرسم شخص المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. من هيك نحن لما منوقف قدام رسم صورة السيد منرفع صلواتنا للسيد الرب وليس للمادة المصور عليها، يعني على مادة الخشب. كلامنا بيكون مع المصور في الأيقونة وليس مع مادة الأيقونة. من هيك نحن نتعامل بوقار مع الأيقونة، لأنه المصور عليها موقر عندنا، مش لأنه مادة الخشب هي موقرة. يعني واحد كان وقت اللي بيشوف صورة حدا بيحبه وبيعزه بيقبلها، لأنه هو بيحب الورق أكيد. لا، مش هذا هو المفهوم. ما في إنسان عاقل بيفكر بهالشغلة إلا شهود يهوى والعاطلين اللي مثل حكايتهم بيفكروا بهذه الطريقة، لأنه هني قلبنا معتم ما بدهم يفهموا الحقيقة. هالشي هذا خلى المدافعين المعترفين بالإيمان لما دافعوا قدام الإمبراطور لون اللي هو كان عم بيضطهد الأيقونات، بيشيل واحد منهم نقد معدني عليه صورة الإمبراطور بيرميه بالأرض وبيدعس عليه، فبيستشيط الإمبراطور غيظا أنه كيف بتعمل هيك؟ قالوا أنا هدي معدن شو بهم، ولكن إذا كان فهمت أن الازدراء بالصورة هو يعود للشخص، ففهم أنه إكرام الصورة هو إكرام للشخص المصور عليها. هيك فهموا بطريقة عملية وقت اللي أنه هو ما كان رايد أنه يفهم. الله صار إنساناً وتجسد، وبالتالي غير المنظور صار منظوراً، ويمكن أن نضع رسمه وهو في الجسد. والله لما تجسد ألها الجسد، يعني جعل الجسد حاملاً لنعمة الروح القدس وصار هيكلاً للروح القدس. بالتالي الله ما نبذ المادة، مش قال إنه الإنسان شرير وطبيعة الإنسان شريرة وبالتالي ما بيقرب عليه. هذا الكلام بيقولوا كانوا الفلاسفة قديما، لأنه بيعتبروا أنه المادة فيها الشر، بس المادة الله ما خلق فيها الشر، لأنه كل شيء خلقه الله هو حسن. بالتالي نحن لما منرسم الأيقونة لوالدة الإله وللسيد الرب وللقديسين، نحن شو عم نقول؟ عم نقول أنه القديسين هم الآن في الملكوت، ونحن عم نصور مجد الملكوت الذي يتمتع به القديسون، وبالتالي نعكس نصر الخليقة المفتداة على الخليقة الساقطة. يعني ما منشوف نحن اللي منشوفه على الأرض، لهيك الأيقونة ما بتكون ثلاثية الأبعاد. يعني ما بيجي الواحد بيرسم مثلا العشاء السري انه ناس مثلنا هيك قاعدين مثل ما هني، بده يرسم هيئه مختلفه، لانه كل البشر بدهم يصيروا بهيئه اخرى ممجده. شو هي هذه الهيئه الممجده؟ هذا الشيء لسه ما شفناه، ولكن نتصوره نتخيله. من هيك نحن ما منصور الامور كما نراها الان، ومنقول هذه صوره القديس. حتى ولو عنا قديس مثل بهالأيام القديسين إلى صور الذين يعني ارتقوا القداسة حديثا وأعلنت قداستهم، عندهم صور، بس نحن ما منحط الصورة ومنبخرها. نحن منرسم أيقونة لحتى نقول أنه هذه الصورة البشرية التراب اللي انحل
مش هذا هو اللي نحن عم نكرم، نحن عم نكرم الجسد الممجد في ملكوت السماوات. لهيك هذا الشيء كتير مهم، كتير مهم. مش أي صورة بيجي منحطها بالكنيسة حتى نبخرها، لا، نحن منبخر الأيقونة أي الجسد الممجد. من هيك الأيقونة هي إنجيل بالألوان، بيعكس طبيعة الملكوت وما بيعكس طبيعة الأرض والحالة الأرضية الساقطة. نحن إذا كان ما منعرف نقرأ الإنجيل منشوف حوادث الإنجيل كلها من خلال الأيقونات. ولهيك بكنيستنا الأرثوذكسية الأساس أنه الكنيسة كلها تكون مرسومة. ليش؟ لحتى الإنسان إذا جال في نظره يجول في الكتاب، بيكون عم بيتجول بالإنجيل وبأحداث الإنجيل، ما بيكون رايح مخه عم بيشطح بغير محل، لأنه كل ما بيشوف شغلي بده يتمعن فيها، وهيك بيكون عم بيتجول في الكتاب المقدس، ما بيكون عم بيروح بعيد. الأيقونة بتخلينا نرفع عيوننا وفكرنا وقلبنا نحو السماء، لأنه وقت اللي نحن منشوف القديس ممجد ومنشوف القديس كم احتمل من العذابات من أجل المسيح، نتعلم مثله أن نحب الرب أكثر مما نحب أنفسنا ونحب لذة هذا العالم. ساعتها نعرف أنه هو المجد الذي ناله هو بسبب صبره على الجهاد فنال المكافأة، ونحن ساعتها نتعلم نصبر على الجهاد حتى ننال المكافأة. كل إنسان بيرفض الأيقونة، وهذه لازم أنتوا تعرفوها كمان منيح حتى تتجنبوا السقوط في الزلل. كل إنسان بيرفض الأيقونة هو إنسان يرفض التجسد، كأنه أنه الله ما تجسد وأنه المادة شريرة، فهذا هو صاحب بدعة. مثل ما بيقول بولس الرسول برسالة اللي سمعناها اليوم إلى تيتوس، رجل البدعة بعد الإنذار مرة وأخرى أعرض عنه، لأنه إذا حاولت تفهمه ما بده يفهم، هو حكم على نفسه بالخطيئة وبالهلاك. نحن نعبد الله وحده، وقت اللي نحن ننحني أمام الأيقونة نحن نكرم المصور عليها، ولكن نحن عبادتنا ما بتكون للمادة، بتكون لله. وقت اللي نحن منشوف أيقونة المسيح المتجسد نتذكر نحن ما صنع الله معنا وما صنعه من أجلنا، نتذكر تنازله لأنه لبس طبيعتنا مع أنه نحن منا مستحقين، ومنتذكر محبته لألنا لأنه أحبنا فجاء إلينا وإجا بغاية واحدة أن يصحبنا معه إلى السماء التي خرجنا منها. فنحن خلينا نتذكر أن نحن مواطنين في السماء، وكل ما منشوف الأيقونة منشوف نافذة إلى السماء، ومنقول ذاك هو موطننا الأصلي الذي علينا أن نسعى إليه. آمين.